بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة الأستاذة التعليمية ودرس جديد من دروس الرياضيات الصف الأول الثانوي. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الآن بمشيئة الرحمن العمليات على الأعداد المركبة. العمليات على الأعداد الإيه؟ المركبة. يعني احنا اتكلمنا عن الأعداد المركبة وده الدرس الأخير في العمليات الإيه؟ الأعداد المركبة. بداية تعالوا نشوف مع بعض العمليات على الأعداد المركبة. هنبتدي ناخده مثال. المثال بيقول لي أوجد قيمة كل مما يأتي في أبسط صورة. أوجد قيمة كل ما يأتي في أبسط صورة. طيب نشوف مع بعض. أعطيني إيه؟ أعطينا المقدار اللي هو 3 زائد ت بين قوسين زائد 2 ناقص ت. بيقول لي ضع هذا المقدار في ابسط صوره. طبعا ده مقدار كبير ونحطه في ايه؟ في ابسط صوره. طيب نعمل ايه؟ نبتدي نشوف الايه؟ الحل. خطوات الحل بسيطه جدا ونشوف مع بعض. طيب بدايه نقوله المقدار يساوي، تعال نشوف المقدار بتاعنا ايه يساوي. نقوله المقدار يساوي. طيب يلا نشوف مع بعض ازاي نتعامل المقدار. طبعا هاي هنفك الاقواس. لما نفك الاقواس بالايه بنزيل واحنا ماشيين الاقواس. طبعا هنا مفيش اشاره سالب قدام العدد ده، فبنحط العدد زي ما هو. يبقى نكتب 3 زائد التي. المقدار الثاني بنفس الطريقه برضو. لو هنا اشاره سالب، اشاره سالب بتخلي المقدار ده كله. طب مفيش سالب يبقى نحطها زي ما هي، يبقى هتنزل تنزل عباره عن موجب 2 سالب كام؟ سالب الايه؟ سالب ت. طيب تعالوا نجمع الحدود المتشابهه مع بعضها. نلاحظ هن ايه الحدود المتشابهه لو جمعناها هيبقى المقدار ده عباره عن كام؟ 2 و3 نجمعهم يديني كام؟ يدينا 5. طيب موجب ت وسالب ت العدد معكوس الجمع بيروحوا، يتبقى لنا في النهايه يطلع المقدار بكام؟ ب5. يبقى المقدار هنا طلع بكام هنا؟ بايه؟ ب5. طيب تعالوا ناخدوا مثال تاني ونشوف ازاي نتعامل معاه. المثال بيقول لي هنا دلوقتي ايه؟ بيقول لي اوجد برضو في ابسط صوره المقدار اللي هو حاصل ضرب مقدار اللي هو 3 زائد 2 ت بين قوسين مضروب في المقدار 3 ناقص 2 ايه ت. طبعا هنا هنلاحظ ان الايه؟ ان المقدار ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاصل ضرب مقدارين في بعض. طيب تعالوا نشوف مع بعض. لاحظ معايا هلاقي المقدار ده هو نفس المقدار الثاني بس اختلاف في اشاره الايه؟ اشاره الايه؟ الوسط. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ نبتدي بقى نشوف مع بعض. برضه نفس الحكايه نقول له المقدار اللي عندنا يساوي. يلا نفك كده مع بعض ونشتغله. يبقى المقدار بيساوي. يلا نشوفه. طيب لما بنضرب هنضرب مين؟ هنضرب هنا ال 3 في 3 ب 9 خلاص؟ طيب وبرضه نفس الحكايه. سالب 2 ت في موجب 2 ت في سالب 2 ت يبقى سالب 4 ت كام؟ ت تربيع. طب لاحظ معايا انا لو ضربت الايه؟ الوسطين حاصل ضربهم هديني كام؟ 6 ت. والطرفين حاصل ضربهم هدينا كام؟ برضو سالب 6 ت. اذا برضو هيبقى العدد معكوس الجمع كام؟ بصفر. طبعا دولت عددين برضو ايه؟ احنا قلنا يعتبر فرق بين مربعين، يعتبر فرق بين ايه؟ حاصل ضربهم يديني فرق بين مربعين. طيب يبقى نقوله 9 ناقص 4 في ت تربيع، في ت ايه؟ تربيع. طب ت تربيع هنعوض عنها بقيمتها، قيمة ت تربيع طبعا هنعرفها، يبقى نقوله المقدار برضو بيساوي 9 سالب 4 مضروبة في قيمة الت تربيع بسالب 1، يبقى المقدار في النهاية هيطلع لي بكام؟ ب 13. يبقى المقدار هنا هيطلع لنا بكام؟ بإيه؟ ب 13. طيب تعالوا برضو نشوف جزء كمان على الأعداد الإيه؟ العمليات العددية. تابع العمليات المركبة وناخده برضو مثال تاني. بيقول لي أوجد كل ما يأتي في إيه؟ في أبسط صورة. طيب المقدار الأولاني عبارة عن حاصل ضرب اللي هو عباره عن ايه دلوقتي؟ 4 زائد ت مضروبه في 5 ناقص ايه؟ ناقص الايه؟ الت. طيب يلا نشوف مع بعض ازاي نحل المقدار ده. الحل هنشوف ازاي نحل هذا الايه؟ المقدار. ملاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هنا المقدار ده مختلف عن المقدار ده خالص، فتعال نشوف ازاي نحل. يبقى المقدار بقى اللي عندنا خلاص المقدار برضو بيساوي،
يلا نضرب. هنضرب الأربعة في القوس، بعد كده هنضرب موجب ت في القوس برضو ونشوف الناتج هيطلع كام. يلا الأربعة في خمسة بعشرين، أربعة في خمسة بكام؟ بعشرين، وبعد كده نرجع نضرب الأربعة في سالب اتنين بسالب تمانية ت، سالب تمانية إيه؟ سالب تمانية إيه؟ ت، وبعد كده هنضرب مين؟ هنضرب ت في خمسة، يبقى يديني موجب كام؟ موجب خمسة ت. ماشي، بعد كده برضو نفس الطريقه هنضرب بين موجب ت مضروب في سالب 2 ت، يبقى في الناتج هيطلع لنا سالب 2 ت تربيع، 2 ت ايه تربيع، يبقى سالب 2 ت ايه تربيع. طيب يلا نجمع ونشوف بقى مع بعض برضو ايه اللي هيحصل. بيساوي سالب 20 نحطها زي ما هي خلاص، سالب 8 خلاص، سالب 8 ت وموجب 5 ت خلاص، يدينا الناتج كام؟ سالب 3 ت، سالب 3 ايه؟ سالب 3 ت. وهنا برضو نفس الحكايه هنقوله سالب 2 مضروبه في، ها خد بالك معايا، سالب 2 مضروبه في ت تربيع، ت تربيع احنا وضعنا في سالب 1، يبقى الناتج هيطلع لنا موجب كام؟ موجب الايه؟ ال 2. طيب يلا نكمل الخطوه ديت، نقوله يساوي، نقوله هنا ايه؟ يساوي طبعا هنا موجب 20 وموجب 2 يدينا موجب 2 و20، يدينا موجب 2 وكام؟ و20 سالب 3 ت، سالب كام؟ 3، يبقى المقدار هنا هيطلع بكام؟ ب 22 سالب 3 ت. طيب يلا برضو بنفس الطريقه نشوف ايه مثال تاني ونشوف ازاي نحله. المثال بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي عايز يحل إيه؟ شوف المقدار ده اللي هو عباره عن ت ناقص 3 الكل تربيع، ت ناقص 3 الكل ايه؟ تربيع. طب يلا نشوف مع بعض حل هذا الايه؟ المثال. هنا هنقوله المقدار برضو بنفس الطريقه، مقدار الحل يساوي، تعالوا نفك، وانا بفك هنا هديني كام حد؟ 3 حدود، هدينا كام حد هنا؟ 3 حدود. طيب نفك ازاي؟ بنقول الاول في نفسه، الثاني في نفسه، الاول في الثاني في 2، الاول في نفسه الأو الثاني في نفسه خلاص، الأول في الثاني في بإشارة في 2 في إشارة الإيه؟ الحد الأقصى. يلا نقوله ت في ت بت تربيع، يبقى هنا الناتج هدينا هنا كام؟ ت كام؟ ت تربيع. كويس، بعد كده سالب 3 في سالب 3 بموجب كام؟ بموجب 9، بموجب كام؟ 9. بعد كده هنضرب الت في سالب 3 في سالب 3 ت مضروبة في 2 يبقى سالب 6 ت، سالب 6 ت. طيب يلا نكمل المقدار ونشوف ايه اللي هيطلع معانا هنا. يلا نقول مع بعض هيساوي ت تربيع، طبعا خلاص احنا اتعودنا عليها وعرفناها، ت تربيع عباره عن كام؟ سالب 1 ماشي، موجب 9 زي ما هي، سالب 6 ت، سالب 6 كام؟ ت. طيب يلا نكمل مع بعض، حدود متشابهه هنجمعها، سالب 1 وموجب 9 يدينا موجب كام؟ موجب 8، بعد كده سالب كام؟ سالب 6 ت، يبقى الناتج النهائي طلع لي في ايه؟ عباره عن 8 سالب 6 ايه؟ سالب 6 ايه؟ سالب 6 ايه؟